بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الرموز والصيغ الكيميائية، وفيها سنتعرف على الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات، ونتعرف على الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات، ثم التعبير عن التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية، ثم بعد ذلك نتطرق إلى احتراق البوتان ربما الذي سنفرد له حلقة خاصة به. إذا نبدأ مع الوضعية الجزئية التالية لهذا الموضوع. إذا الوضعية تنص على ما يلي. إذا فالصورة المعطاة في الوثيقة المقابلة هي النموذج الجزيئي المتراص لجزيء أحد السكريات البسيطة. أولاً تعرف على أنواع الذرات التي يتكون منها هذا الجزيء. ثانياً جد عدد كل نوع من الذرات. ثالثاً صوغ الكتابة العلمية لهذا الجزيء. استنتج اسم هذا السكر البسيط. إذن فننظم بياناتنا في الجدول الآتي: اسم الذرة ورمز الذرة وعدد النوع الواحد من هذه الذرات. فلدينا ذرات ملونة باللون الأسود، وذرات ملونة باللون الأحمر، وذرات ملونة باللون الأبيض، مما يدل على أنه لدينا ثلاث أنواع من الذرات. إذن فالذرة الملونة باللون الأسود هي ذرة الكربون ورمزها سي. ينبغي أن نجد العدد في هذا الجزيء كم يساوي. نحاول أن نحسب العدد. لدينا هذه واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن لدينا ست ذرات من الكربون، ولدينا ذرات الهيدروجين. ذرات الهيدروجين رمزها H. ينبغي أن نكتشف كذلك عدده. لاحظ بأن ذرة الكربون ملتصق بها ذرة هيدروجين، وذرة الأكسجين ملتصق بها ذرة هيدروجين. بمعنى إذا وجدنا أن ذرات الكربون هي ستة، ذرات الأكسجين واضحة كذلك هي ستة، لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، معناه تعرفنا على عدد ذرات الأكسجين وهو ستة. يبقى لنا استنتاج ذرات الهيدروجين لأنها ليست ظاهرة كلها على ما أظن. فمدام كل ذرة كربون وكل ذرة أكسجين فيها ذرة هيدروجين، معناها 6 زائد 6 يساوي 12، أي ذرات الكربون 6 ذرات، وذرات الهيدروجين 12 ذرة، وذرات الأكسجين 6 ذرات. إذن لنتعرف على الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء، يعني هي كما هي مرتبة: سي 6 H 12 O 6، وتكتب بهذه الطريقة: سي 6 H 12 O 6. الآن اسم الجزيء هو سكر الجلوكوز، وهو من أبسط السكريات. إذن الآن نستطيع أن نستخرج قاعدة، يعني كيف تكتب أو ما الفرق بين رمز الذرة وصيغة الجزيء. إذن فرمز الذرة هو الحرف الأول من اسم الكلمة اللاتينية. الحرف سي هو الحرف الأول من اسم الكلمة اللاتينية، إذن فهذا رمز الذرة. H كذلك هو رمز الذرة، هو الحرف الأول من الكلمة اللاتينية. O هو الحرف الأول من كلمة أكسجين باللاتينية، إذن فهو رمز الذرة. الآن الصيغة الجزيئية كيف تكتب؟ يعني كيف نفرق بين رمز الذرة والصيغة الجزيئية؟ الصيغة الجزيئية كما ذكرنا أن الجزيء ما هو إلا مجموعة من الذرات المتراصة. إذن فنكتب الأحرف الأولى للذرات التي تكون الجزيء. مثلا هنا جزيء
سكر الجلوكوز يتكون من الكربون ومن الهيدروجين ومن الأكسجين، فنكتب الحروف الاستهلالية والحروف الأولى لهذه الذرات CHO. يبقى لنا العدد، عدد الذرات يكتب على يمين الذرة وليس على يسارها. عدد الذرات يكتب مثلا هنا الستة هي تدل على عدد ذرات الكربون، الاثنى عشر تدل على عدد ذرات الهيدروجين، الستة تدل على عدد ذرات الأكسجين. في حالة ما إذا لم يكتب العدد فمعناه أنه واحد، يعني ذرة واحدة. ننتقل إلى الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات، يعني حتى نتدرب ونتعرف أكثر. إذن يقول تماعا: اسم الجزيء، النموذج الجزيئي له، عدد ذرات كل نوع والصيغة الكيميائية له. إذن فلدينا الماء صيغته الجزيئية أو النموذج الجزيئي له هو كرية أكسجين مرتبط بها كريتين من الهيدروجين، أي ذرة أكسجين مرتبط بها ذرتين من الهيدروجين. عدد ذرات كل نوع، لاحظ بأن الهيدروجين 2 والأكسجين 1، وبالتالي تكون الصيغة بهذه الكيفية H2O. لاحظ العدد 2 موجود على اليمين، على يمين الأش، فهو يدل على عدد ذرات الأش. الأو لم يكتب لها العدد، مما يعني أنه واحد. الآن ثنائي أكسيد الكربون بنفس الطريقة، هذه صيغته أو هذا نموذجه، معذرة، نموذجه ذرة كربون في الوسط وذرتي أكسجين على الجانبين. الآن الترقيم، لدينا ذرتين أكسجين بالأحمر، ذرتي أكسجين وذرة كربون واحدة، ذرة كربون واحدة ها هي. الآن الصيغة ستكتب CO2. لاحظ هنا عكس الماء، C لم يكتب له العدد لأنها واحدة، الأو ذرتين كتب العدد 2 على يمين الأو. ننتقل إلى العينة الموالية، ثنائي الأكسجين بسيط يتكون من ذرتين متماثلتين من نفس النوع، 2 أكسجين، لاحظ درنا عملنا خانة واحدة لأن لدينا نوع واحد من الذرات. الآن الصيغة O2. أحادي أكسيد الكربون يتكون من ذرتين مختلفتين، ذرة كربون وذرة أكسجين، تكتب واحد كربون واحد أكسجين، فالصيغة تكون CO، يعني دون ظهور الأرقام لأن كل منهما ذرة واحدة. ننتقل إلى المثال الموالي أو التطبيق الموالي، الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات دائما أبحث. اسم الجزيء، نموذجه، عدد ذراته كل نوع والصيغة الكيميائية له. غاز ثنائي الكلور يتكون من ذرتين من نفس النوع، 2 كلور، الصيغة Cl2، Cl2. غاز كلور الهيدروجين، هنا انتبه، كلور الهيدروجين، واحدة كلور وواحدة هيدروجين، نكتب واحدة هيدروجين واحدة كلور، وبالتالي تكون الصيغة HCl. غاز البوتان، لاحظ 4 ذرات كربون و10 ذرات هيدروجين، 4 ذرات كربون سوداء ملتصق بها 10 ذرات هيدروجين، تكون الصيغة C4H10. غاز ثنائي الأزوت، ذرتي أزوت متماثلتين، 2 أزوت، نكتب N2. ثنائي أكسيد النحاس، ثنائي أكسيد النحاس، إذن لدينا 3 ذرات، ذرة نحاس ملتصق بها ذرتين من الأكسجين، إذن 2 واحدة نحاس و2 أكسجين، تكتب CeO2. إذن ننتقل إلى الأمثلة الموالية، هذه الصيغة الكيميائية للماء H2O، نموذجه الجزيئي هذا هو، يعني ذرة أكسجين مرتبط بها ذرتي هيدروجين، الO2 ذرتين متماثلتين من الأكسجين،
ثنائي أكسيد الكربون صيغته CO2، ذرة كربون مرتبط بها ذرتين من الأكسجين، وحادي أكسيد الكربون CO نموذجه ذرة كربون وذرة أكسجين. يبقى لنا هذا التطبيق، يعني هو تكملة لسابقه. ثنائي الكلور، ذرتين متماثلتين من الكلور، كلور الهيدروجين، واحدة كلور واحدة هيدروجين. ثنائي النيتروجين، ذرتين متماثلتين من النيتروجين. ثنائي أكسيد النحاس، ويتكون من ذرة نحاس وذرتين من الأكسجين. نترك لكم هذا التطبيق لتنجزوه. هنا أعطيناكم النموذج الجزيئي وأسماء الجزيئات، وأنت تستخرج الصيغة الكيميائية له. إذن جزيء الميثان كما تلاحظ واحدة كربون وأربعة هيدروجين، جزيء الإيثان اثنين كربون وستة هيدروجين، جزيء البروبان ثلاثة كربون وثمانية هيدروجين، جزيء البوتان أربعة كربون وعشرة هيدروجين. إذن فما عليك إلا أن تكتب الصيغ المماثلة أو المقابلة لكل نموذج جزيئي. بهذا نكون نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.